57 نروح نشوف التقرير ده وازاي النادي الاهلي طبعا دعمهم بشكل كبير. خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم. كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، تغطيه خاصه كالعاده لختام البطوله الافريقيه لكره الطائره الرجال. والحقيقه في هذه اللحظات عايزين نشكر ونوجه كل الشكر والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي على توجيه الدعوه لمستشفى 57 طبعا لسرطان الاطفال. 50 طفل متواجد من مستشفى 57، وايضا 50 طفل كمان متواجد من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد الدعوة الموجهة من مجلس إدارة النادي الأهلي. وده الدور المعتاد على مجلس الإدارة، دور الأهلي المجتمعي وتنفيذا لعائلة برنامج عائلة النادي الأهلي طبعا تحت القيادة الخاصة ليها كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة. عايز أروح معاك النهاردة وأقول لك، النهاردة أنت جاي النادي الأهلي ويمكن النادي الأهلي وجه لكم دعوة، إيه اللي أنت شايفه النهاردة وحابب تقول للنادي الأهلي؟ أنا جاي أقف جنب النادي الأهلي وجاي أشجع النادي الأهلي، جاي أقف جنبه زي ما النادي الأهلي وقف جنبنا في مستشفى 57. قول لي، انا عارف ان انت مالكش في الطايره، ليك في الكوره قوي، بتحب مين بقى في لعيبه الكوره وبتشجع الاهلي ازاي؟ بحب وليد ازارو وكنت بحب عماد متعب وحسام البدري. بس النادي الاهلي انت بتقول لي بيقف معانا، وانا جاي اقف معاك زي ما هو واقف مع النادي الاهلي. انت شايفه بيعمل ايه ليكوا في الفتره اللي فاتت؟ عمل حاجات كتير قوي كتير، يعني بيتبرع في المستشفى على طول، بيجي يشارك معانا هناك، بيجينا على طول هناك كل شهر، يعني بيجي لنا النادي الاهلي. قول لي، حابب تقول ايه للعيبه بقى النهارده قبل الماتش وبتشجعهم، تقول لهم ايه عشان ينزلوا يكسبوا؟ بالتوفيق ان شاء الله. قول لي بقى، انت اسمك ايه الاول؟ ايه؟ اسمك ايه؟ محمد شفيق. قول لي يا محمد، انت جاي النهارده تشجع الاهلي، وتشجع الاهلي النهارده ازاي؟ جاي اشجع الاهلي طبعا، مبسوط انه جاي اشجع الاهلي طبعا. النادي الاهلي وجه لكم دعوه ووجه لذوي الاحتياجات الخاصه دعوه عشان تبقوا متواجدين النهارده، شايف الدعوه دي ان انتوا تبقى متواجد مع الجمهور ده بتمثل لكم ايه وبتنعكس عليكم ازاي؟ طبعا فرحان ان انا جيت النهارده طبعا، نتابع مثلا مستشفى 57 وجابوا لنا دعوه طبعا، وجينا مثلا نشجعهم طبعا. بتحب مين في لعيبه الكوره؟ محمد صلاح طبعا. مين في النادي الاهلي؟ ايه؟ مين في النادي الاهلي؟ القدم. محمد، قول لي، عايز تقول ايه للعيبه قبل الماتش ده؟ تقول لهم ايه؟ تشجعهم تقول لهم ايه؟ ربنا يكسبهم ان شاء الله، يكسبوا اتنسنا. قول لي اسمك ايه؟ مصطفى احمد محمد. قول لي يا مصطفى، جاي تعمل ايه النهارده؟ جاي اشجع الاهلي عشان هو واقف جنبنا. قول لي، انت اهلاوي قوي؟ اه. بتحب مين في لعيبه الاهلي؟ في كرة الطايرة بيبو. كرة القدم بتحب مين في كرة القدم؟ كرة القدم مؤمن زكريا. قول لي، تقول ايه للعيبة بقى قبل الماتش ده؟ تشجعهم تقول لهم ايه؟ ان شاء الله يكسبوا، ان شاء الله يكسبوا. نروح تاني بقى، قول لي انت اسمك ايه؟ شهاب ياسر. النهارده جاي تعمل ايه للنادي الاهلي؟ اشجع واقف جنب النادي الاهلي. ليه عايز تشجع وتقف جنب النادي الاهلي؟ عشان كان بيقف جنبنا في مستشفى 57 357. قول لي، تتوقع النهارده مين اللي يفوز، الاهلي ولا الجيش؟ لا، الاهلي ان شاء الله. قول لي للعيبه دي، قول للعيبه لازم تكسب وتقطع طلع الجيش، ما ينفعش تغلب وتتغلب خالص، لازم نغلب. اكيد يا كابتن هيثم، طبعا بنشكر كل المتواجدين من مستشفى 57 وايضا كمان من ذوي الاحتياجات الخاصه، زي ما انت سامع الرسائل ان هم جايين يقفوا جنب النادي الاهلي كعاده النادي الاهلي، ووقوفوا جنبهم كالعاده، وده الدور اللي احنا عارفينه من مجلس اداره النادي الاهلي سواء مع مستشفى 57 او مع ذوي الاحتياجات الخاصه. اكيد يمكن تشجيعهم ليه تاثير كبير على اللعيبه، وكمان النهارده اللعيبه اكيد هيكون ليهم بعض الصور التذكاريه.